تقييم مين يلعب في المنتخب وما يلعب في المنتخب. انا ابغى الاسباب اللي الهلال حقق فيها بطولات، من لعب في المنتخب وما لعب في المنتخب، انا ماني مدرب ما لي علاقه. انت ذكرت ان الهلال لديه قوه ولديه، عطني القوه اللي تتكلم عنها في ادله في براهين. قلت لك لعب البليهي وسمير عبد الشكور وحسين البيشي ومدري ما لي علاقه فيهم، عطني النفوذ اللي عند الهلال. في نفوذ اكثر من الحكم ابو زنده يلغي هدف صحيح للاتحاد امام الهلال. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب شكرا شكرا يعني انت عارف يعني شكرا يعني شكرا انت عارف. بعطيك حاجه، انت تدري ان اول فريق في العالم يحسب له ركله جزاء ولا لاعب داخل ال 18 نادي النصر؟ لاحظ حسن الراهب الان قام بلعب الكره باليد قبل ان يقوم المدافع بلعب الكره، كان مفترض انه يعلن عن ركله حره مباشره على المهاجم. لاحظ طبعا هذه الاعاده، ولا لاعب داخل ال 18 لا نصراوي ولا لاعب الفريق الخصم، حسب له بلنتي. هذه اخطاء تحكيميه يا علي. انا راح اوقف النقاش لاني تعبت نفسيا وجاني القولون من نفس الطرح قاعد يتكرر. ابغى واحد يقول سبب يقنعني ويقنع الجمهور. عندك ادله؟ عطني ادله، لا تقول حكم وما حكم. يد الدلهوم لا تروح بعيد. يد الدلهوم خطا تحكيمي، بنالتي لينا ومش عارف، اكيد هم الناس يشوفوا اكثر. يعني اليوم اتيحت لكم اكثر من فرصه للتسجيل لكن ما سجلت. طبيعي ان اي مباراه لازم، مش كل فرصه تيجي لاي فريق. هدف حقق فيه نادي النصر كاس قدام الاتحاد، حسين هادي بيده مثبتها، اخطاء تحكيميه. الى يوسف فوفانا، يوسف فوفانا يلعب له كره جهه منطقه 18 ياردة الى حسين، سدد الكره وبالمرمى يوسف فوفانا ومر الكره لكندي، كندي صلحها لحسين هادي. يا اخي مشكلتنا لو بنتكلم على الاخطاء التحكيميه هذا مو نقاش، احنا قاعد تتكلمون عن قوه هلاليه وقوه نفوذ، اعطوني القوه دي اللي نشوف فيها الهلال، هذه القوه العظيمه.